السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا تتابعوا قناة عماننا الرياضية وبرنامج الحدث. الملك يظل ملك طول حياته. هذا الجولة، هذا الجولة، هذا الجولة. كيف مخيلة؟ تعبانين اليوم، تعبانين آخر درجة، تعبانين. مباراة فاي، مبارتين هزوم، مباراة فاي. إلى متى بنبكي فوق مدرجات؟ حرام الجمهور يطلع خسران. مشكورين، مشكورين على الحضور هذا صراحة. أنا أستغل الجوانب اللي تفوتني في هذه المباراة. تفوق على فرق يمكن فاقدتها بالإعداد وبالإمكانات المادية. أعتقد نقطة تحول وعمل إيجابي يحسب المجلس الإداري ويحسب لي القائمين على الفريق. رياضتنا يعني مبنية على قواعد قوية، فإذا على بناء على هذه الظروف ما استجد اليوم ما صار. المفروض إنه خلال اليومين ثلاثة يخلص الدوري. اللي يتابع المباراة اليوم خاصة بالنسبة للنصر يحس إنه فريق ثلاثة الخطوط كلها منسجمة مع بعض البعض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا تابعوا قناة عمان الرياضية وبرنامج الحدث. نعتذر منكم في التأخير في بث البرنامج لدقائق لأسباب فنية. لقاء جديد وأحداث رياضية جديدة، مشوارنا لمدة ساعة نتمنى أنكم تقضوا فيها معنا أمتع الأوقات. مشوارنا لليوم ينطلق من منافسات الأسبوع 12 لدوري عمان تل للمحترفين. الشباب يفوز على النهضة بثلاثية مقابل هدف واحد، وفنجا ينتزع الفوز من المصنعة بثلاثية مقابل هدفين، أما ظفار تعادل مع بوشر بهدفين لكل منهم، وتعادل النصر أمام الخابورة بهدف لهدف. وتستكمل مباريات الجولة 12 اليوم بلقاء يجمع صور والعروبة، فيما يلتقي يوم غد الجمعة صحم والسويق في ديربي الباطنة ويواجه السيب نظيره صحار. يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تحضيرات الجدية للمشاركة في تصفيات كأس آسيا والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، والدورة الثانية للألعاب الشاطئية لدول مجلس التعاون الخليجي اللي تستضيفها الدوحة أيضا خلال الفترة من تاريخ 3 حتى 16 من إبريل القادم من خلال معسكر داخلي يبدأ في 8 فبراير الجاري ويستمر لمدة 5 أيام في مسقط. واختار مدرب منتخبنا الكابتن طالب هلال 14 لاعب للانضمام للمعسكر، واللي سيتضمن تدريبات صباحية ومسائية يهدف لتهيئة اللاعبين بدنيا وزيادة المخزون اللياقي. الجهاز الفني والإداري للمنتخب يتكون من طالب هلال الثانوي مدربا، ويوسف عبيد مدرب للحراس، وداود سالم مدير للمنتخب، ومازن العرفي أخصائي للعلاج، وسيف الرواحي مسؤول للمهمات. يدخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم أسبوعه 16 من خلال إقامة 4 مباريات، يلتقي من خلالها مسقط بملعبه في الوادي الكبير مع الوحدة، وأهل سداب بملعبه في دار سيت مع مرباط، والكامل والوافي يستقبل الطليعة، والمضيبي يستضيف سمايل. وتقام جميع المباريات الساعة 26 دقيقة على أن تستكمل هذه الجولة يوم السبت من خلال لقاء صلالة بملعبه مع نزوة، ورستاق يستقبل نادي عمان. ويتصدر الدوري حاليا فريق صلالة برصيد 27 نقطة، يتقدم بفارق الأهداف عن مسقط بالرصيد نفسه، مستفيدا من سحب 3 نقاط من الرستاق لإشراكه لاعب موقوف أمام الطليعة بالرغم من فوزه بهدفين نظيفين، ليتراجع الرستاق إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة. يظهر أن القضية أثيرت بين الأندية واتحاد الكرة اللي طالبت فيها بعقد جمعية عمومية طارئة لحشد الثقة عن مجلس إدارة الاتحاد تحولت إلى لعبة شطرنج بين الطرفين بين مدافع ومهاجم، ووصلت لمراحلها الحاسمة. الليلة قبل الماضية كان الجميع يترقب ما سيدور في استاد السيب مقر اتحاد الكرة، اجتماع يجمع مجلس إدارة الاتحاد ونادي بوشر، واجتماع ثاني للأندية 12 اللي قدمت طلبها بعقد الجمعية العمومية، ولم يخرج من الطرفين أي بيان عما دار في الاجتماعين. مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يكتمل وتم رفع الاجتماع بعد فترة وجيزة على أن يبقى الاتحاد في حالة انعقاد حتى يحصل المجلس على الرد الشافي من قبل الأندية بإلغاء عقد الجمعية العمومية في ظل التنازلات اللي قدمها اتحاد الكرة. وخفت حدة اللهجة أمام مطالب الأندية اللي ما زالت مصرة على موقفها بإصلاح أوضاع الاتحاد، مع التأكيد بأن مطالبها ليست لأهداف شخصية بل من أجل إصلاح الوضع وفق ما حدده النظام الأساسي للاتحاد. مجلس إدارة اتحاد الكرة أجل مناقشة الكثير من الملفات ومنها تقرير اللجنة الفنية حول مصير المدرب الفرنسي بول لوغوين، لكن المجلس أعاد تشكيل لجان الاتحاد وسيتم الإعلان عنها خلال الجمعية العمومية، وشملت تغييرات في بعض رؤسائها. We'll be right back.
نتمنى إن شاء الله كل الاجتماعات تصب لمصلحة الكرة العمانية، وبمشيئة الله راح تكون نتائج إيجابية في المستقبل القريب. ننتقل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى الحدث الأفريقي، وأكيد منور استوديو البرنامج محلل برنامج الحدث عيسى بن علي العامري. حياك الله يا عيسى. حياك الله، رحب فيك بالجمهور الكريم. يا مرحب بك يا عيسى. نبدأ أخبارنا من تأهل منتخب ساحل العاج إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-1. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. في ليلة كروية على ملعب باتا اتجهت الأنظار لمتابعة المباراة المصيرية المؤهلة للنهائي الأفريقي ما بين منتخب ساحل العاج وكونغو الديمقراطية، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إما خروج مخيب للآمال أو الوصول للحلم الأفريقي. الأفيال الإيفوارية أنهت المغامرة الكونغولية في البطولة بعد أن كان يأمل في الصعود للنهائي للمرة الأولى منذ تتويجه الأخير باللقب في نسخة البطولة التي أقيمت بمصر عام 74. وصعد منتخب كوت ديفوار إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بغينيا الاستوائية بعدما تغلب 3-1 على منتخب الكونغو الديمقراطية، واتسمت المباراة بالقوة والإثارة والندية على مدار شوطيها، حيث كان المنتخب الكونغولي الذي صعد للمربع الذهبي للمرة الأولى منذ 16 سنة ندا حقيقيا لنظيره الإيفواري الذي حسمت خبرة لاعبيه الأمور لصالحهم في نهاية المشوار. وافتتح الإيفواري يا توري نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وأفضل لاعب إفريقي في الأعوام الأربعة الماضية التسجيل لمصلحة فريقه عبر تصويبة صاروخية في الدقيقة 21. وبعدها بدقائق قليلة أدرك موبكاني المحترف في صفوف دينامو كييف الأوكراني التعادل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 24 من ركلة جزاء. وأعاد جيرفينيو نجم فريق روما الإيطالي التقدم لكوت ديفوار بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب الأفيال عبر تصويبة رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد. ومن المتوقع أن تشهد المباراة النهائية للبطولة تكرارا لنهائي المسابقة في نسختها التي أقيمت بالسنغال عام 92 والتي جمعت بين منتخبي كوت ديفوار وغانا، وذلك حال تخطي منتخب النجوم السوداء لعقبة منتخب غينيا الاستوائية مستضيف البطولة في مباراة الدور قبل النهائي. عيسى، كيف كانت المواجهة؟ فيها تكافؤ أو كيف شفتها؟ هو المباراة يعني كانت احصائيا وحتى اللي شفنا على ارضيه الميدان المنتخب الكونغو الديمقراطي كان افضل، كان اخطر، يعني الفرص بالنسبه لي كانت 19 فرصه مقابل 14 فرصه لمنتخب الكوت ديفوار. لكن هنا دائما ابدا نتكلم عن نقطه اللي هي نقطه الخبره، نتكلم عن نقطه اللي هي نقطه المهاره الفنيه وايضا عدم الوقوع في اخطاء سهله. هذا الشيء عمل المنتخب الكونغو الديمقراطية. طبعا المدرب إبينغي صرح في التصريح قبل المباراة وتكلم عن نقطة النيش، نحن لازم ندخل المباراة ونكون حذرين في أول الدقائق، لكن هالكلام ما تطبق على أرض الميدان. المنتخب استقبل هدف في أول ثلث ساعة. أنت استقبلت هدف أول ثلث ساعة معناته وفي دور نصف نهائي، معناته أن هدف يعتبر مبكر دائما لحسن من الضغوطات. بالضبط، ولحسن حظهم تمكنهم تسجيل التعادل بعد خطأ فالح من إيريك بيلي اللي تسبب بركلة الجزاء ما لها معنى وتعادله. لكن أيضا الهدف الثاني أتى أيضا من خطأ فادح، انقطعت الكرة من وسط ميدان كونغو الديمقراطية وكان بوني منفرد ومرر الكرة لجيرفينيو اللي انهاها
وسجل الهدف الثاني. الغريب ان المدرب مدح قبل في المؤتمر الصحفي يايا توري وجيرفينيو، وهذا هم اللاعبين اللي سجلوا عليه هدفين. وايضا النقطه المهمه ان بوني اللي سجل هدفين ضد الجزائر ايضا صنع هدفين في مباراه الامس، فبما معناه ان المدرب ما عرف يحتوي نجوم المنتخب كوت ديفواري على الاطلاق، بالعكس شفنا النجوم يقدموا ادوارهم واكثر. طبعا في الشوط الثاني كان الهدف اللي هو رصاصة الرحمة باختصار، وايضا يعني لما نشوف الهدف اللاعب الكوت ديفوار ارتقى للكرة وبرأسه في العارضة ورجعت للاعب وسجل الهدف بدون اي مضايقة. فهذه الاشكالية، انت لما توصل لدور مثل النصف النهائي دائما ابدا لازم تكون حذر، لازم تكون متحفظ وما تحاول مثلا تباغت الخصم. المنتخب الكونغو الديمقراطية حاول يباغت منتخب كوت ديفوار في كل الاوقات، حاول يستحوذ على الكرة، حاول يهاجم بكل ضراوة، لكن دائما تابعنا هجمات مرتدة بالضبط، ولكن بالفعل يعني الدفاع واقف يعني حصن منيع بالضبط رغم كثرة المحاولات اللي اتيحت للكونغو الديمقراطية. ممكن هم دخلوا اللقاء يعني منتشين بالفوز برباعية مقابل هدفين للكونغو. هو هذه طبعا النقطة، والنقطة اللي هو اصلا المدرب تكلم عنها ان احنا نستقبل اهداف كثيرة زين، وايضا لازم نكون حذرين في بدايه المباراه، وهذا الشيء ما تطبق على ارضيه الميدان. المنتخب كوت ديفوار هذا الشيء المميز اللي لاحظته فيهم انه في مباراه الجزائر وفي هذه المباراه هم فريق حذر. بعد اللي صار في الدور الاول، بعد المشاكل اللي صارت في الدور الاول، بعد ما مدرب ايرفي رينار غير التشكيله ولعب بثلاث قلوب دفاع وخمسه في خط الوسط، زين شفنا الفريق اكثر حذر. شفنا الفريق انه ما يغامر كثير ومعتمد على سرعه جيرفيني وعلى سرعه جرادل وعلى سرعه ايضا بوني واختراقات ياي توري، لكن لو نشوف مثلا اللاعبين الثانيين اللي هم مثلا سيري داي ومثلا سياكاتين وسيرجي اورير، هذا اللاعبين تحسهم اغلب الوقت هم حذرين، ما يفضلوا انه مثلا يغامروا في الشق الهجومي كثر ما انه يفضلوا انه ما يستقبلوا هدف. وهذا الشيء طبعا يحسب للمدرب إيرفي رينار، لأن دائما أبدا المنتخبات الأفريقية شيء يعيبها اللي هو كثرة الاندفاع وعدم مثلا اللعب بحس تكتيكي واضح. لكن عيسى ولو قاطعك، رغم التأهل يعني صرح إيرفي رينار أنه غير راضي عن الأداء، أن طبعا اللعيبة ما أدوا بالطريقة اللي هو راسمها في باله يعني. بالضبط، هو المدرب يعني قال قد لا تكون ولن تو راح نشوف أتوقع المؤتمر الصحفي. لا المؤتمر الصحفي إحنا ما عاملينه، بس أنا جمعت بالفعل هو اللي ذكره يعني ما هي الطريقة. بالضبط، هو يعني بالضبط قال قد لا تكون هي الطريقة التي رأيتم أنتم بها الأمور، لكني لم أعجب بالمباراة، لم نفعل كل الأشياء بالطريقة الصحيحة التي ينبغي أن نعمل بها، ربما في بعض الأوقات لم نظهر ما يكفي من الاحترام للمنافس. طبعا هذا التصريح له وجهين، الوجه الأول هو يتكلم بالذات عن هدف التعادل، لأن هدف التعادل وانت بتقدم في اول ثلث ساعه معناته ان انت عندك اشكاليه. ايش هذه الاشكاليه؟ الاشكاليه انك استقبلت هدف يعني من فرصه ما هي تعتبر هي فرصه، اللي هي ضربه الجزاء اللي يعني اللاعب يعني كان بشكل غريب لمسها بيده. طبعا هذه اللي هي تعتبر نقطه تهور، فالمدرب كان يحاول يشير لهذا الموضوع. النقطه الثانيه، المدرب ما يريد اللاعبين يحسوا بالغرور، لان لا ننسى ان هذا المنتخب وصل في ثلاث مناسبات تقريبا لأمم أفريقيا في الألفية وما حصل على أي بطولة يعني، وآخرها كان طبعا في 2012. فواضح أن المدرب يريد يشيل الغرور اللي موجود في نفس اللاعبين الحين، لأنهم وصلوا الحين إلى النهائي، فيما معناه أن حظوظهم للحصول على اللقب راح تكون 50% على الأقل. فالمدرب يحاول يوضح للاعبين أنا ما راضي عن اللي صار، ليش؟ لان اريدكم تتبعوا كلامي اكثر على اساس انه في النهايه نقدر نحصل الشيء اللي نريده واللي هو الكاس واللي هو الانجاز اللي كنا نبحث عنه. ممكن هذه تكون او ممكن تكون اشاره يعني او رساله للمتاهلين او للمتاهل عذرا مباراه غانا او غينيا الاستوائيه ان القادم يعني اقوى. بالضبط، والقادم تعرف المباريات النهائيه دائما ما تنلعب على يعني الحاله النفسيه. بالضبط، يعني يمكن هو ايضا يريد يرسل رساله صريحه للخصوم ان احنا اقوى عن كذا. زين، وهذا الشيء طبعا موجود، لان في الاخير الفنيات اللي يمتلكها الفريق مثلا قادر ان تخلي فريق مثل كوت ديفوار انه يسيطر بسهوله على منتخب الكونغو الديمقراطيه وما يخلي لاي فرصه حتى يهاجم يعني.
هذا الشيء موجود على أرضية الميدان، لكن مثل ما قلت المدرب كان حذر في مباراة الجزائر في مباراة كونغو الديمقراطية، فأشك أنه في النهاية راح يلعب ويفتح الملعب ويحاول، لأن الإشكالية أنت لما تفتح الملعب معناته أنت راح تعمل أخطاء كثيرة، وفي مباراة مثل أمس هو يعني نوعا ما كان متحفظ فيها، شفنا خطأ مثل ضربة الجزاء. منتخبات مثل منتخب غانا اللي هو رشح أنه يوصل للنهاية ما راح يرحمك إذا شاف خطأ مثل هذا. بالفعل بعض المنتخبات يعني دائما ما تشوفها تاخذ انصاف الحلول بالضبط والتفاصيل الدقيقه. خلينا نشوف عيسى فرحه جماهير ساحل العاج، من بعد ان شاء الله راجعين ندردش عن هذه المواجهه، نتابع مشاهدينا. أكيد فرحة جميلة وما شاء الله أعداد كبيرة. فرحة يعني كبيرة ومستحقة في الأخير، لأن هذه الجماهير هي تنتظر هذا الإنجاز طبعاً فترة طويلة. طبعاً نحن نتكلم عن إنجاز أخذ البطولة، لا ننسى منتخب كوت ديفوار من 92 ما أخذ هذه البطولة، فإذا كملوا الخطوة الأخيرة وهم بصراحة مؤهلين لهذا الموضوع راح تكون يعني الفرحة أكبر عن كده. بالفعل إحنا مثل ما تابعنا الفرحة، ولو رجعنا لهيرفي رينارد وكيد قاد زامبيا عام 2012 وحقق معها اللقب، في حال أنه فاز بهذه النسخة راح يكون اللقب الشخصي بالنسبة له. أكيد هو يسعى، كل مدرب يسعى لتحقيق إنجازات شخصية. بالضبط، يعني راح اللقب الثاني راح يضيف الكثير لهذا المدرب، وطبعا المدرب بطبيعة الحال دائما ابدا يريد تكون مثلا السيره الذاتيه له اقوى واقوى، هذا يفتح له فرص اكبر، لكن المدرب طبيعة الحال قام بشغل كبير لكل المتابعين بعد اعتزال دروغبا وبعد مشاكل في المنتخب وغيره، ما توقع ان المنتخب كوت ديفوار يعمل شيء. انا بصراحه شاهدت مباراه لهم قبل بدايه البطوله كان ضد المنتخب السويدي، وما ضد المنتخب السويدي اللي هو فيه لاعبين مثل ابراهيموفيتش وغيرهم، لا كان المنتخب السويدي اللي هو يلعب فقط في اللاعبين اللي يلعبوا في الدوري المحلي، يعني ما هو اقوى فريق للمنتخب للسويد. فباختصار لما شاهدت المباراه شاهدت فريق مفكك، شاهدت فريق يعني ما توقعت انه يوصل حتى يمكن الدور الثاني، يعني مثلا لما شفنا والله الكاميرون طلعت من الدور الاول، شفنا فرق مثل مالي طلعت من الدور الاول، هذا الشيء توقعناه لان هالفرق ما كانت تقدم اي شيء، بصراحه ايضا توقعت منتخب كوت ديفوار ما يقدم شيء، ولو تشوف ايضا اول مباريات لا تنسى انه في اول مباراتين الفريق كان متعادل بهدف لهدف، يعني في المباراه الثالثه كانت حظوظ انه يخرج حظوظ كبيره وايضا بنسبه كبيره، وطبعا لا ننسى في مباراه الكاميرون حتى الهدف اللي اتى يعني كان هدف من خارج المنطقه ما هو من لعبه منظمه، فمعناته الفريق كان فعلا غارق في مشاكل، لكن دائما ابدا الشيء اللي يحسب للمدرب انك انت تقدر تبني من فريق مفكك، تقدر تبني من فريق ما هو في افضل حالاته، فريق بهالقوه ويوصل للنهايه، والشيء اللي يحسب للمدرب انه غير خطته من 4 4 2 بعد 4 3 3 عفوا بما انه كان يعتمد على بوني كراس حربه صريح اللي 5 اللي 3 5 2 او 5 3 2. وطبعا ايضا شيء يحسب له مثلا النجوم، والله مثل الشيخ تيوتي عاده اساسي، لكن هو شاف ان اللاعب ما يخدم تكتيكه خلاص اعتمد على لاعب اخر، هذا الشيء دائما ابدا يحسب للمدرب انه ايش جريء بقراراته، المدرب القراءة الصحيحة بالضبط القراءة الصحيحة، والمدرب ما ينتظر شخص او اخر انه يقول لي مثلا انت جيب اللاعب الفلاني او اشرك اللاعب الفلاني، هذا الشيء طبعا موجود خصوصا في المنتخبات الافريقية والمنتخبات الاسيوية بالذات العربية، ان شخص يملي عليك انك اشرك اللاعب الفلاني، ليش ما تستدعي اللاعب الكذا؟ ليش ما كذا؟ حتى اللاعب اللي هو انت جايب لنا ومستدعي لنا طالما انك انت ما تشركه اساسي راح يعمل لك مشكلة، مثل الهلال العربي السوداني
عمل إشكالية للمنتخب لين ما أشركوا أساسي، ولما أشركوا أساسي أيضا عمل مشكلة أخرى أن ليش خرجتوني من المباراة. فهذا الشيء طبعا يحسب دائما أبدا للمدرب، والإنجاز راح طبعا يحط اسمه في تاريخ الأفريقية بشكل عام. أكيد. إذن هي فرحة لجماهير ساحل العاج وخيبة أمل كبيرة لجماهير منتخب الكونغو الديمقراطية. نتابع. الدوري المحلي ينقصه المال، حتى المدرب لا يستلم مرتبه، ورغم ذلك صعد اللاعبون للدور نصف النهائي. يجب أن تعتذر الحكومة عما فعلته بكرة القدم لدينا. كان يجب على المدافعين بذل جهد أكبر في مراقبة اللاعب رقم 6. إذا تأملت في طريقة لعب الكونغو الديمقراطية ليس في هذا العام فحسب، بل وفي الماضي أيضا، يمكنك أن تلاحظ أن مدافعين دائما بطيء الحركة. إذن مثل ما تابعنا، خيبة أمل كبيرة من قبل مشجعي ومحبي منتخب الكونغو الديمقراطية. ننتقل على طول مشاهدين الأحبة، مواجهة الليلة غانا وغينيا الاستوائية، مواجهة من المتوقع أنها راح تكون مثيرة. غانا وغينيا الاستوائية، المنتخبين أبدوا استعدادهم للمواجهة، ويبقى القول الميدان يا حميدان. تصطدم آمال غانا الطامحة إلى إحراز لقبها الخامس بواقعية غينيا الاستوائية المضيفة اليوم في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في مالابو. وتخوض غانا المرشحة بقوة لإحراز اللقب الأول منذ 33 عاما والخامس في مسيرتها، الدور نصف النهائي لخمس مرة على التوالي. أما غينيا الاستوائية فحققت إنجازا جديدا بتخطي ربع النهائي في ثاني مشاركة لها، كما فعلت في نسخة 2012 التي استضافتها مع الجابون، وسيخوض منتخب نزلانغ تجربته الأولى في المربع الأخير. واستبعدت غينيا الاستوائية من التصفيات لإشراكها لاعبا غير مؤهل، لكنها عادت إلى النهائيات من الباب الواسع لتحل مكان المغرب الذي طالب بتأجيل البطولة بسبب الفيروس القاتل إيبولا، فلم يجد الاتحاد الأفريقي مضيفا سوى غينيا الاستوائية. واللافت أنها المواجهة الدولية الأولى بين الطرفين، إذ لم يتقابلا في تصفيات كأس العالم أو أفريقيا سابقا. وتصدرت غانا التي تحتل المركز 37 في التصنيف العالمي المجموعة الثالثة في الدور الأول برصيد 6 نقاط، متقدمة على الجزائر بفارق المواجهات المباشرة 1-0 بعد أن خسرت أمام السنغال 1-2 وفازت على جنوب أفريقيا 2-1. ثم تخطت غينيا بسهولة في ربع النهائي بثلاثية نظيفة، حمل التوقيع كريستيان إيتسو هدفين وكويسي إيبيا. وفاز النجوم السوداء 6 مرات في نصف النهائي، وتعادلوا مرة وخسروا 3 مرات، وسجلوا 14 هدفا مقابل 13 في شباكهم. من جانبها حلت غينيا الاستوائية التي تحتل المركز 118 في التصنيف العالمي ثانية في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين خلف الكونغو، بعد تعادلها مع الأخير 1-1 ومع بوركينا فاسو 0-0 وفوزها على الجابون 2-0. ثم تخطت تونس 2-1 بعد وقت إضافي في ربع النهائي في أشهر مباريات النسخة الحالية. ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم غانا جيان أسموها المصاب في وركه بعد اصطدام مع حارس غينيا نابي ياتارا. عيسى، كيف اليوم المواجهة غانا وغينيا الاستوائية؟ ممكن نشهد نهائي نسخة 92؟ هذا طبعا توقعاتي أنا، وبنسبة يعني 80% أتوقع أن المنتخب الغاني راح يوصل، لأن عادة هذه المغامرات لصاحب الأرض والفريق اللي يعتبر فنيا أقل مستوى يوصلوا خلاص للمرحلة اللي هي عادة نصف النهائي، خلاص يخرجوا من البطولة. وهذا الشيء شفناه تكرر في أكثر مناسبة، رغم أنه كأس العالم 2002 كوريا الجنوبية وصلت لدور نصف النهائي، مجاملات تحكيمية كانت موجودة بكثرة كثير. ضد المنتخب الإسباني، ضد المنتخب الإيطالي، وفي الأخير خرج المنتخب في دور نصف النهائي، لأن إيش الصدم بطبيعة الحال بمنتخب الألماني اللي هو منتخب أفضل منه مثلا في كل المناطق باختصار. فالمنتخب الغاني أيضا يمتلك نفس الميزة، أنه
افضل عن منتخب غينيا الاستوائي في كثير من المناطق، لكن ايضا منتخب غينيا الاستوائي يمتلك ايضا لاعبين ما هم سيئين. يعني عندك بالبوا مثل ريال مدريد مثلا كاستيا في فتره من الفترات، عندك لاعب نيسو اللي هو لاعب من الازبره الانجليزي، فهم لاعبين ايضا لاعبين يلعبوا في انديه مميزه. فالفريق يمتلك النجوم، لكن الاشكاليه اللي شفناها نحن وضد مثلا منتخب تونسي، شفنا المنتخب نوعا ما متواضع، منتخب ما هو قوي، يحافظ على نظافه شباكه صحيح، لكن ما هو المنتخب اللي يقدر يبادر ويباغت ويسجل اهداف كثيره. لا ننسى الهدفين اللي سجلنا ضد المنتخب التونسي كان كلهن اهداف من ضربات ثابته، سواء ضربه جزاء او مثلا ضربه الحره اللي ترجمها اللاعب يضل بلبوه للهدف الثاني. فكل الموازين القوى، كل المعطيات تشير للمنتخب الغاني مؤهل انه يوصل للدور النهائي. لكن السؤال، هل غياب لاعب مثل جيان اسامو راح مثلا يعمل اشكاليه للمنتخب الغاني؟ خصوصا جيان اسامو ما هو فقط مهاجم الاول اللي عندهم وافضل مهاجم عندهم، لا، هو ايضا كابتن المنتخب، وهو اللاعب عاده كابتن المنتخب لما يكون في ارضيه الملعب هو يعطيك الروح والدافع المعنوي وغيرها من امور، لانه في الاخير تعود على الدور اللي هو فيه. أكيد. فيمكن اللاعب اللي يعوض الكابتن ما يقدم افضل مستوياته. طبعا المدافع منساه مدافع المنتخب الغاني صرح ان اتسو قادر يعوض جيان ويكون هو النجم بالنسبه لنا، لكن احنا نتكلم مثلا عن الرسم الخططي، هل معقول ان اتسو اللي هو لاعب جناح راح يعوض جيان ساموا في موقع؟ اتوقع لا، يمكن راح نشوف ابيال اللي سجل هدف على المنتخب الغيني في المباراه الماضيه، او ممكن نشوف لاعب والله مثل جوردن ايو اللي هو الشقيق طبعا اندري ايو واولاد عبيدي بيلي اللاعب الشهير الغاني، ممكن واحد يعني يشوف جوردن ايو يلعب كمهاجم، ولو انه ايضا جوردن ايو ما قدم افضل مستوياته في البطوله، فما اتوقع انه ايضا راح المدرب يغامر فيه. طيب في المقابل مدرب غينيا الاستوائيه ستيفن بيكر يقول يعني هو غير قلق سواء شارك اسامو جيان او ما شارك. هو باختصار هذا يعني تصريح انه يخفف الضغوط على لاعبيه وايضا يبني الثقه، لان دائما ابدا انت كمدرب وتدرب الفريق اللي هو صاحب الارض والجمهور لازم تكون واثق 100%، لان هذا الشيء بينعكس سواء على جمهور بلدك زين او على مثلا اللاعبين نفسهم، فطبيعي انه يحاول يزرع جرعات الثقه بالنسبه للاعبين، وهذا المفروض انه ينعكس كانعكاس ايجابي. ومثل ما قلت انا اشوف ان المنتخب الغاني راح يوصل للنهائي الا اذا صارت مفاجاه كبيره، هذا الشيء وارد للحدوث يعني في الاخير. كم تتوقعها تقريبا النتيجه؟ اتوقع راح تكون بهدفين نظيفين المنتخب الغاني. جميل، احنا بنشوف ان شاء الله المواجهه. مدرب غانا افرام جرانت ومدرب غينيا الاستوائيه ستيفن بيكر طبعا تحدثوا في مؤتمر الصحفي عن المباراه، نتابع. علينا أن نحترم منتخب غينيا الاستوائية نظرا لما حققه في هذه البطولة حتى الآن. الكثيرون لم يعتقدوا أن لديهم فرصة في التأهل لهذه المرحلة. أعتقد أنهم قد أحسنوا صنعا، عملوا بجد، وأعتقد أنهم يستحقون بلوغ هذا الدور. نحن أيضا بدورنا فعلنا كل ما هو ممكن من أجل التأهل لهذه المرحلة، لذا نأمل في أن نلعب مباراة جيدة وأن نمتع الجمهور وأن نقدم أفضل عرض ممكن. نتوقع أي شيء يمكن أن يحدث في هذه المرحلة، يتوجب علينا جميعا أن نستوعبه، إنها كرة القدم، يجب علينا أن نستعد بشكل جيد. إن كل مواجهة حكاية بحد ذاتها، والآن ستكون مواجهة غانيا حكاية أيضا. إننا نفكر بالتأهل فحسب، ونرجو الفوز بالمواجهة حتى نواصل تسجيل اسمنا في التاريخ. إننا سعداء ونرجو تحقيق المزيد من النجاحات. كرة القدم هي 11 لاعب مقابل 11 على أرضية الملعب. كفاكم أسئلة لا علاقة لها بكرة القدم. تصريحاتهم يعني واضح منها أن الأمور مخلينها مثل ما تقول يقضوا حواكم بالكتمان. بالضبط، يعني التصريح مساعد مدرب الغاني ركز على نقطتنا، احنا نحترم المنتخب وراح نكون حذرين الى اخره، لكن تصريحات مدرب بيكر وتصريح مدرب منتخب غينيا الاستوائي يشير ايضا لموضوع مباراه تونس، ويركز ايضا على نقطه ان المباراه 11 لاعب ضد 11 لاعب. بس هذا التصريح سمعناه ايضا من مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية إبنجي، صرح نفس التصريح 11 لاعب ضد 11 لاعب، فيما معناه يعني الفوارق الفنية وغيرها، هذه الأشياء المفروض أنها
تختفي، لكن شفنا المنتخب الكونغو الديمقراطية ما أدار المباراة بطريقة ممتازة على الإطلاق، بالعكس النجوم اللي تحدثوا عنهم هم النجوم اللي سجلوا عليهم. فاليوم يعني إذا فاجأنا المدرب بيكر مثلا بتكتيك مميز ولاعبيته مثلا طبقوا كل أفكاره وقدموا مستوى مميز ممكن نشوف المفاجأة تصير، لكن أرجع أقول على الواقع والشيء اللي شفناه منتخب غينيا الاستوائية ما هو في نفس مستوى المنتخب الغاني. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا هم وصولهم للدور نصف النهائي يعتبر إنجاز بحد ذاته لهم. يعني إحنا مثل ما تابعنا أكيد انطرح سؤال على مدرب غينيا الاستوائية نفس الموضوع تونس، هو ذكر أن تونس لو كانت الأقوى كانت فازت في اللقاء وأشار بفريقه قال إحنا الأفضل واستحقين التأهل. هو ترى يعني مثل ما قلت هم يلفوا يدوروا على نفس الموضوع ويعني كان في تصريح من حكومة غينيا الاستوائية بشكل عام أن المنتخب التونسي كان مفروض يفوز برباعية بنتيجة ثقيلة، بس كرة القدم ما تحسب الأمور. أنت تقول الحين أن 11 لاعب ضد 11 لاعب هو اللي يفرق. طيب تخيل أنت تلعب 11 لاعب ضد 12 أو ضد 13، هل الأمور ما راح تتغير؟ راح تتغير بطبيعة الحال. أكيد. أنا أختم معك عيسى بتوقعي، يعني لازم أكون ضدك عشان لما نتلاقى يصير شوية أكشن. طبعا أنا يعني أتوقعها غينيا الاستوائية 2-1. خلاص نشوف. وأنت لا تغير بعدين. كم توقع؟ 2-0. 2-0 لمنتخب غانا. غير؟ ما غير لا. خلاص حنشوف إن شاء الله. شكرا لك عيسى بن علي العامري. شكرا لك عيسى. تحياتي لك لطاقم البرنامج. الله يبارك فيك. وإحنا مستمرين مشاهدينا الأحبة، بعد الفاصل راح نتكلم إن شاء الله عن لعبة جميلة، لعبة الهوكي. لا تروح بعيد، راجعين. الاتحاد العماني للهوكي طموحات كبيرة وعمل مستمر من أجل الوصول إلى الإنجازات ومن أجل العمل في تطوير هذه اللعبة الجميلة. إحنا رح ندردش بشكل عام عن لعبة الهوكي عندنا هنا في السلطنة مع الأستاذ زهير بن محمد العجمي أمين الصندوق ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الهوكي. حياك الله معنا أستاذ زهير. حياكم ونشكر لكم الاستضافة، وإن شاء الله يكون لقاء شيق يفيد الجمهور والمتابعين. افتقدناك من فترة يعني ما جيت، ومثل ما يقولوا يعني مطول الغيبات جاب الغنايم. ملبين دعوة إن شاء الله في أي وقت طلبونا نحن حاضرين. إن شاء الله. الله يبارك فيك. ندخل على طول في موضوع الحدث، حدثنا لليوم أكيد عن لعبة الهوكي. اجتماع مجلس الإدارة الأخير زهير، إيش أبرز ثمارة؟ أبرز ثمارة كانت أنه الموافقة على المشاركة في بطولة الدوري العالمي الراوند 2 اللي شارك فيها منتخبنا واللي حصد فيه المركز الرابع من 8 فرق مشاركة في هذه البطولة،
والحمد لله كانت في استفادة طيبة من جانب اللاعبين كوننا نحن الحمد لله في إعداد مستمر لمنتخب الشباب والمنتخب الأول كون نحن يعني باغين إنه نحن نعمل حاجة خلال الفترة القادمة إن شاء الله ونرفع اسم الوطن كون هناك نحن عارفين كاتحاد أكيد وقريبين ومنصتين إلى الرأي الآخر الرأي العام حول عدم يعني رضاهم عن النتائج اللي حصلت في هذا ونحن قد يكون النتائج دائما ما تكون مرضية للجميع ولكن لحد هذه اللحظة نحن طامحين للمزيد وإن شاء الله القادم بيكون أفضل بإذن الله. بالفعل يعني لعبة الهوكي من الألعاب يعني الأكثر شعبية هنا عندنا في السلطنة كثير من الأندية تسعى أنها يعني تضم أعداد كبيرة من الشباب المحبين لهذه اللعبة. مع انتهاء كأس جلالته الله يحفظه إن شاء الله، كيف شفتوا مستوى الأندية؟ والله مستوى الأندية في يعني في ارتفاع، يعني الحين في هذا العام يعني نادي الظفار يعني قدم مستويات طيبة ونادي السلام قدم مستويات طيبة ناهيك عن أكيد الفرق المقدمة هي نادي النصر ونادي أهلي سداب والسيب اللي حافظت على المراكز المتقدمة. أعتقد أنه وجود أندية مثل ظفار ويعني ونادي السلام وأكيد نشكر نادي صلالة على جهودها، أعتقد أنه يعني نحن إن شاء الله في تقدم إن شاء الله من خلال الأندية إن شاء الله. ونلتمس من الأندية اللي ما شاركت أو أنه ما حالف الحظ أنه هي تعمل بجد أكثر للمسابقات القادمة إن شاء الله. بالفعل ونلاحظ العديد من الأندية أو نقول البعض منها عندهم لعيبة محترفين أكيد. معظمهم يعني أو بشكل عام بعضهم من الهند من سريلانكا، لأن أتوقع يعني هالدولتين مهتمة بشكل أكبر بلعبة الهوكي. بس معلومة شوية نحن نوضحها إنه نحن ما استقلبنا من سريلانكا أو الفرق ما استقلبنا من سريلانكا، بس هي من باكستان جمهورية باكستان صديقة وجمهورية الهند صديقة ونفس الشيء جمهورية مصر الشقيقة. إنه هذا الدول يعني معظم اللاعبين المحترفين تكون من هذا اللون لأنه هي قريبة اللغة وقريبة يعني التفاهم أسلوب التفاهم أو طريقة اللعب مع هذه الدول. فالحمد لله الفرق اللي استقلبت هذا اللاعبين أعتقد استفادة كبيرة. يعني خلال هالفترة تنطلق منافسات يعني هوكي الشباب، العنصر الشاب أكيد يعني هو من أحد الروافد للمنتخب الوطني. هذه يعني المنافسات أكيد متابعينها بشكل يعني قريب بكل تفاصيلها، وآلية انضمام الشباب المجيدين في المنتخب، يعني في عندكم كشاف معين ياخذ هالمواهب؟ الحمد لله نحن خلال هذا العام خاصة والعام المنصرم نحن مركزين تركيز كامل على منتخب الشباب تحت 21 سنة، والحمد لله والدليل على ذلك 6 لاعبين من منتخب الشباب هم كانوا يعني نواة المنتخب الأول في مشاركة في آخر مشاركة صارت في سنغافورة في يناير 2015. فهذا دليل إنه الاتحاد ينظر نظرة يعني بعيدة الأمد بخصوص منتخب الشباب، لأنه نحن عندنا منافسة في 14 نوفمبر 2015 كأس آسيا واللي صعد فيها المنتخب قراءة التصفيات اللي أقيمت في 2012، والحمد لله نحن الحين من الثمانية الكبار في كأس آسيا للشباب. حلو. وإن شاء الله بيكون هناك يعني بإذن الله نعمل يعني ما هو وعد لكن هو طموح أن الاتحاد والقائمين على الفريق الأول أو فريق الشباب بالأحرى يعني نحن عندنا هدف وإن شاء الله أنه نصل إلى هذاك الهدف في كأس آسيا للشباب، كون أنه منتخب الهند يعني صعد فهناك في مجال لأربع منتخبات أخرى أن هي تصعد لكأس العالم. هي من خلال كذلك عندك المباريات الودية، الاحتكاك بأصحاب الخبرة. أكيد نحن الحين الحمد لله عندنا برنامج تاريخ 7 إن شاء الله من هذا الشهر في فريق من هولندا روتردام، إنه إن شاء الله بيوصل لإقامة عدد 3 مباريات مع منتخب الشباب، علشان نحن والحمد لله المنتخب الشباب يعني يكون أو عناصره جميعا يكونوا مخلصين في يوم 9 إن شاء الله بطولة نهائي الشباب يكون، وتاريخ 10 إن شاء الله أول مباراة مع فريق روتردام، يعني مباريات 3 إن شاء الله
يوم الثلاثاء ويوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله بمشيئتنا. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله. واتحاد الهوكي قائم بجهد جميل تشكروا عليه أكيد، لكن ما ممكن تعملوا أكاديمية تضم الشباب الموهوبين في هذا اللعبة؟ والله أعتقد أنكم قريتوا الأفكار. يعني إن شاء الله هناك في فكرة أو هناك يعني في أمل في طرح هذه الفكرة على مجلس الإدارة إن شاء الله، لكن هذه الدراسة لازم تكون دراسة يعني معمولة بطريقة علمية مدروسة، لازم أنه فيها تكاليف وفيها يعني أشياء مالية، لازم نحن نكون يعني مختصرينها في عمل منظم، وإن شاء الله بتر النور بإذن الله. فإن شاء الله نوعدكم إذا تم ذلك الموافقة على هذا المقترح، ولازم أن تختار العنصر المناسب، من هو الشخص الذي بيقود هذه الأكاديمية، أو من هم الأشخاص الذين هم سوف يقومون بالمساعدة في هذه الأكاديمية، لأنه هذا مشروع جدا كبير، وإن شاء الله نحن ساعين كاتحاد والفكرة موجودة إن شاء الله، وتم يعني أخذ وجهات النظر فيها، وإن شاء الله تطرح بطريقة مدروسة للمجلس وأخذ الموافقة عليها، ومن ثم ترى النور إن شاء الله إن كان هذا العام أو العام القادم، لكن إن شاء الله في يعني قد أكون يعني أتكلم عن نفسي وأعوذ بالله من كلمة أنا إنه أنا متبني هذه الفكرة إن شاء الله مشيئة الله. حلو، يا رب إن شاء الله كل الجهود تكلل بالنجاح والتوفيق. في الآونة الأخيرة يعني ظهرت بعض الأمور، ما أقدر أقول عنها مشكلة أو ظاهرة، يعني هي ممكن تحصل في أسباب ممكن إحنا نجهلها، يعني تخلف بعض اللاعبين أو ممكن عدد كبير أو كل اللاعبين عن أحد المعسكرات، إيش الأسباب زهير؟ والله يعني هذا كنا نحن تقبلناه إنه كان في موضوع رفع لمجلس الإدارة من لاعبين المنتخب بزيادة العلاوات، نكون صريحين وشفافين أفضل، لأنه لازم الجمهور يعرف وش اللي حصل أكيد. والحمد لله يعني نشكر اللاعبين فردا فردا والجهاز الفني والإداري اللي قام بالاجتماع مع اللاعبين وشرح وجهة نظر الاتحاد ووجهة نظر اللاعبين للاتحاد أيضا، والحمد لله نحن متفهمين أوضاع اللاعبين، وتم إن شاء الله نحن درسنا الموضوع، وإن شاء الله في أقرب اجتماع إن شاء الله في تصور لرفع المكافآت إن أمكن لحد يعني معقول، لأن نحن محكمين ببجت يعني بمبلغ مالي يتم منحه من الوزارة للاتحاد. حلو. فلازم نحن ما نتعداه، كل ما زادت المشاركات المبالغ بتزيد، فإذا الحين إذا نحن زدنا المبالغ هذه المشاركات بتقل، المعسكرات بتقل، بالفعل لازم نكون محكومين بمبالغ مالية، وإن شاء الله ما بنقصر، هذا اللاعبين وأولادنا وأخواننا، وإن شاء الله نتمنى لهم كل خير. إذن هي المشكلة الوقت الأبرز إنه كان نحن يحكمنا الوقت، يعني اليوم يعني صار إنه نحن تم إعطانا الرسالة، يعني مثل ما تقول استلمناها تاريخ 2/2 بدون تواقيع عشان نكون صريحين. مشكورا رئيس الاتحاد أقر إنه ترفع إلى مجلس الإدارة للنظر فيها، لأنها فيها أموال ما يعني أمور مالية أو لوائح لازم نحن تكون منظمة فيها، فالحمد لله المجلس أقر إنه لازم تدرس وأقر يعني بالزيادة، لكن تكون بطريقة يعني صحيحة ما تضر لا الاتحاد، فيها موازنة بين المشاركات الخارجية أكيد والمعسكرات أكيد. فالحمد لله نحن يعني من هذا المنبر يعني بأمانة أود أن أشكر يعني لاعبين المنتخب الأول والشباب إنهم يعني فهموا الوضع وتفهموا يعني، وإن شاء الله القادم أفضل لهم إن شاء الله، لأن أكيد هم محبين لهذه اللعبة أكيد الجميلة، وغيرتهم على المنتخب وعلى البلاد وعلى أكيد اسم عمان هو اللي خلاهم إنه يشاركوا معنا. أكيد الله يبارك فيكم يا رب، وإن شاء الله موفقين وين ما كنتوا يا شباب الهوكي. معسكرات المنتخب القادمة والاستحقاقات القادمة زهير. أنا أعتذر من الجمهور وأعتذر منكم إنه نحن يعني صراحة ما عملنا الرزنامة حتى اليوم، لأنه نحن كنا منتظرين إنه الجهاز الفني والإداري يحضر من آخر بطولة مشارك فيها، وهو رجع وعلى طول منتخب يعني دوري الشباب بدأ نهاياته إن شاء الله، من يخلص دوري نهايات الشباب بنجلس نحن يعني كأعضاء أو لجنة بمشكلة بدراسة رزنامة المنتخب ورزنامة المسابقات، وإن شاء الله نرفع تصور يعني جميل ومناسب لمجلس الإدارة لأخذ الموافقات النهائية في ذلك، وإن شاء الله نحن خلال شهر فبراير بنخلص الرزنامة إن شاء الله تكون طول العام في جميع المشاركات. حلو. من بطولات خارجية ومعسكرات محلية للمنتخب ومشاركات وبطولات محلية للفرق السلطنة. بالفعل الحين يعني ناخذ جانب آخر، جانب التغطية الإعلامية كيف شايفينها بالنسبة للعبة الهوكي؟
والله من هذا المنبر الكريم نحن نود أن نشكر تلفزيون سلطنة عمان والقناة الرياضية خلال يعني السنتين الماضيتين وخاصة 2014 أنهم قاموا بدور جبار ودور كبير، وإن شاء الله نلتمس منهم المزيد بإذن الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة، وفي حاجة حصرية لبرنامج الحدث زهير؟ أتوقع عندك حاجة حصرية أخي. لا لا إن شاء الله ما في حصرية، إذا في شيء نحن نكون إن شاء الله حاضرين للجمهور الكريم ولكم أكيد، إذا في شيء بنطلب نحن بنفسنا أن نظهر يعني، وإن شاء الله ما يكون في أي شيء نخبيه عن الجمهور وعنكم إن شاء الله. إن شاء الله يعني القادم بيكون أجمل، والحين مثل ما ذكرنا في البداية منافسات الشباب انطلقت. التغطية الإعلامية بالنسبة لهالمنافسات يعني، والله التغطية الإعلامية عشان نكون واضحين نعطي كل ذي حق حقه، أعتقد أنه هي في قصور من الصحافة يعني، كون ما أدري السبب ويش، لكن أعتقد أنه لازم أنه الصحافة مثل ما تغطي كاس مولانا حضرة صاحب جلالة تعطي أهمية نفس الشيء للشباب، كون الشباب هو الرافد للفرق الأولى يعني. والتلفزيون أعتقد ما مقصر معنا، إن شاء الله أي نداء من الاتحاد أو من شباب اللاعبين أعتقد التلفزيون ما بيقصر يعني. عندكم منسق إعلامي أتوقع، أو يعني قسم مختص بالجانب الإعلامي؟ لأن بعض الأحيان يعني يفترض القسم عندكم أو المنسق الإعلامي هو اللي يبادر يرسل لوسائل الإعلام بشتى أنواعها، طبعا المطبوعة والمقروءة والمسموعة، على أساس أن الواحد يقدر يعني يبث الأخبار أول بأول. الأخبار توصل وتنشر، لكن نحن ما طالبين هذا، نحن طالبين إن الصحافة تحضر للملعب. الأخبار الحمد لله عن طريق الخبير الفني توصل يعني بشكل يعني يومي وبشكل مستمر يعني، وبالتفاصيل دقيقة بالأهداف بالإنذارات بكل شيء، لكن نحن نطلب إنه الصحفي يشاهد ما يحدث أمامه في الملعب. يعني تحدث مرات أخطاء يعني كتابية، إنه فلان أحرز الهدف وشخص آخر تصير طباعه خطأ. بالفعل نحن نحبذ إنه الشخص يكون حاضر علشان يشاهد يعني ويعطي انطباع آخر لما تشاهد، وغير إنه أنت ينقل لك التصور، يكون يأخذ التصور وينقل الحدث من قلب الحدث من قلب الحدث بكل تفاصيله. شكرا لك أستاذ زهير بن محمد العجمي، أمين الصندوق ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الهوكي، نورتنا، وإن شاء الله ما تكون هذه آخر مرة، والقادم أجمل لهذه اللعبة الجميلة، لعبة الهوكي. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله حاضرين لأي دعوة تقدمون لها إن شاء الله. إحنا نذكركم مشاهدينا الأحبة بلقاء اليوم ضمن البطولة الإفريقية، غانا وغينيا الاستوائية. ساحل العاج أكيد يعني وصلت للمباراة النهائية. الحين يتبقى على غانا وغينيا، من راح يتأهل؟ هل راح نشهد سيناريو نهائي نسخة 92 بين غانا وساحل العاج؟ أكيد فرجة ممتعة نتمناها لكم وين ما كنتوا. تابعوا قناة عمان الرياضية وبرنامج الحدث، ودائما نذكركم خليكم دائما مع برنامج الحدث لتعيشوا الأحداث يعني من قلب الأحداث أكيد بكل تفاصيلها. نتمنى لكم إن شاء الله كذلك إجازة سعيدة. شكرا لك أستاذ زهير، شكرا لكم مشاهدينا الأحبة. انتهى مشوارنا لليوم، يتجدد بمشيئة الله اللقاء في الأسبوع القادم يوم الأحد في نفس التوقيت. في أمان الله.